فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل تعلم قسمة المواريث هو واجب على كل أحد؟ اللي يستطيع واجب على من يستطيع، فرض كفاية. فرض كفاية اللي واجب على كل أحد أركان الإسلام الخمسة، أن يفهمها ويعرفها، واجب على كل أحد هذا، يستقيم الدين بذلك، ما زاد عن هذا فهو فرض كفاية. ما كل الناس يستطيعون هذا، أفراد من الناس يعطيهم الله فراغ ويعطيهم الله ذكاء ومعرفة، فهم الذين إذا قاموا به سقط الإثم عن الباقي. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، كلهم يروحون يتعلمون يعطلون أعمالهم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ولو قليلة ليتفقهوا في الدين وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.